تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح قنوات التواصل والأبواب والنوافذ وكل ما من شأنه أن يصلنا بمقترحاتكم، آرائكم، ملاحظاتكم، يعني كل شيء ممكن أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي والخدمات الصحية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صحة وسعادة. كل التحية لطاقم العمل معنا في التنسيق حمد المعيوف، وفي الإخراج أيمن سرحيل سرحيل، وأيضا عندنا في التقديم دكتورة ندى الملة وأخوكم الكبير محمود يوسف العهري. صباح الخير دكتورة. صباحك ورد محمود، صباحكم ورد أيها المستمعين في يوم الأحد بداية الأسبوع اللي يحبه كل أحد. خلوا طاقتكم إيجابية وهمتكم عالية. شو موضوع البرنامج اليوم؟ عندنا اليوم إن شاء الله بيكون معانا الدكتور حيدر يوسف، ليه ما وصل للاستوديو لكن إن شاء الله قريبا سوف يكون معانا. موضوعنا عن التأمين الصحي. أرقام التواصل معنا الدكتورة على 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، وموجودين لايف فقط الآن على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai، أكاونت نور دبي. إن شاء الله سنكون لايف متى ما نستطيع ويفتح الأكاونت. إنزين، عموما دكتورة بنتكلم بعد كذلك عن وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز الأشياء اللي تم يعني تداولها خلال فترة الإجازة، وأيضا بعض المواضيع الجديدة والرسالة الإيجابية اللي دائما ما تعودنا عليها مع مداخلة الزميلة أسماء الجناحي. صباح الخير يا أسماء. صباح النور والسرور، أخباركم؟ الحمد لله يا أسماء. أسماء كلها حيوية ونشاط. صباح الأحد اللي يحبه كل أحد. صحيح. شو رسالتنا في يوم الأحد؟ بعد أول رشفة قهوة خلاص الواحد يصحصح. صحيح بالضبط. أنا طالعت لكم في حديقة الهيئة تسمعوا صوت العصافير. ما شاء الله. انجوي استمتعي بالجو. يوم الاحد اكيد اكيد يوم الاحد لازم واحد يستمتع بالجو. ايضا زملائي في قسم الاعلام احيانا يسوون اجتماعات برا في الحديقه. اعزموني المره الجايه. قسم الاعلام اسمه ما عليه. اوكي ببدي بقتراحاتي. دكتور ندى اللي بعد ما يعرفون احيانا نسوي جلسات عصف ذهني مع محمود. فكل مره نختار يعني من فتره لفتره ضغوطي خصنا نحن ما شاء الله نشتغل ليل نهار، فكافئنا شي مره واحده نشتغل برا. والله انتم قسم ممتاز والله حبيتكم. انزين اعطينا رسالتنا الصباحيه يا اسماء. رسالتنا اليوم هي قد تواجه في حياتك المحبطين والسلبيين. تجاهل احاديثهم السلبيه وابتعد عنها، فهي من تجعلك تضع حدودا لقدراتك. واجه حصنات يقول انت ما تقدر، ما راح توصل، ما بتسوي. صحيح. وهذا هو اللي يخلي الانسان هو اللي يحط قدراته، لكن مو احنا نتجاهل الاشياء واللي ما يسمع يوصل. صحيح يا أسماء. نذكر المستمعين بحساباتنا. حساباتنا على تويتر وإنستغرام وسناب شات وبريسكوب اللي هو DHA_Dubai. أما على فيسبوك ولينكدين ويوتيوب هو دبي هوستارز. ممتاز، شكرا لك يا أسماء. نهارك سعيد. إذن كل الشكر للزميلة أسماء الجناحي على هذه المداخلة وعلى هذه الرسالة الإيجابية اللي دائما بداية كل يوم تعطينا إياها. طبعا ملينا من موضوع التأمين، نبي برنامج عن القولون العصبي. إن شاء الله بنسوي نحن حلقة عن القولون العصبي. موضوع التأمين مليتوا منه، نحن ملينا منه أكثر منكم، ولكن يعني غالبا ما تكون هناك العديد من الاستفسارات في هذا الموضوع. واحد، اثنين، وايد كانت يعني ملاحظات أن نحن ما نعرف عن التأمين، ما سوينا التأمين. صحيح. فأكثر من كذا لا، أنا أعتقد خلاص يعني هانت لنهاية هذا. ما
صحيح. صباح الخير، عندي موضوع، تفضل. شو اخباركم؟ الحمد لله، صباحكم خير. ايش حالك حبيبي؟ الله يسلمك. اهلا، صباح الورد، بتابعكم بالصمت اليوم لانني اسوق. والله يا سلام، يعني حتى حاول تسمعنا، لا تتابعنا، انزين، عشان ما تشغل حاستين في وظيفه بعيد عن السواقه. بالضبط. دكتوره هلا، تعرفين ان العلماء اكتشفوا هرمون يساعد على التنبؤ بالذبحه الصدريه؟ الحين بنعرف، يلا خبرنا. يقول لك في علماء نيوزلنديون اكتشفوا هرمون جديد يساعد على التنبؤ بالذبحه الصدريه التي تعد خطرا حقيقيا على حياه الانسان، ووفقا للعلماء اصبحت امراض القلب والشرايين اهم اسباب الوفاه المبكره عند الانسان في وقتنا الحالي، والسبب وراء تلك الامراض هو النظام الصحي والغذائي الخاطئ، حيث يعتمد الكثيرون على الاغذيه والوجبات السريعه الغنيه بالدهون. وقال العلماء في جامعة أوتاغو النيوزيلندية، لقد لاحظنا أن أمراض القلب والشرايين أصبحت أكثر الأمراض انتشارا في السنوات الأخيرة، لذلك قررنا إجراء عدد من الدراسات عن هذه الأمراض، شملت نحو 2000 مريض. تبين أن ازدياد البيبتايد سي، هذه بتشرحي لي بعدين، إن شاء الله، في دم الإنسان له علاقة كبيرة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، فنحو 60% من المرضى الذين توفوا بعمر مبكر بسبب الذبحات الصدرية تم العثور على المعدلات مرتفعة من هذا البيبتايد في دمائهم. صحيح. شو أول شيء دكتورة، شو هو البيبتايد سي؟ احنا حاول القانا الترجمة بالعربي عشان اشرح لكم بطريقة سهلة. هو عبارة عن مادة موجودة في الدم، هي من المواد الطبيعية الموجودة احنا عندنا في الدم، ولكن في بعض المواد في الدم محمود ترتفع عند الإصابة بالتهابات معينة، او عشان تعطي انذار بوجود حالة مرضية معينة. احنا مثلا هالبيبتايد سي لاحظوا ان اذا ارتفع كان في نسبة مرتفعة لا علاقة كبير بمرض القلب والوفاة المبكرة، فهذه يعني هذا اكتشاف جدا مهم. يعني اذا كان فعلا الحالات اللي هم اكتشفوها، وتقريبا 60% من الناس اللي توفوا بسبب الذبحات الصدرية اكتشفوا ان عندهم ارتفاع من هذا البيبتايد سي في الدم، فاذا كانت دراسة صحيحة 100% ويمكن تطبيقها، معناها نقدر ننقذ حياة الناس. لان شو اللي يستوي في الذبحة الصدرية؟ ان بالعادة الناس تتوفى او تيها مضاعفات طويلة الامد، لان في حالة الذبحات الصدرية يقولك time is life، يعني أو time is muscle، يعني كل دقيقة تمر على الإنسان في أثناء الذبحة الصدرية تسبب تميت جزء من عضلة القلب. طبعا لو ماتت عضلة القلب لا ترجع مرة أخرى، ما تتجدد، ما تنزرع ولا شيء، فهذا اكتشاف مهم محمود. طيب، صباحكم فل وياسمين بالمصري، كده بنحبكم. شكرا. صباح الورد يا وطن. يرجى طرح موضوع عن غدة الدرقية وأعراضها. حمدة سجريري هاي المواضيع، واحد طلب منا عن القولون والثاني طلب عن الغدة الدرقية، وإن شاء الله say hi to إندونيسيا. هاي، ما شاء الله عليكم، أحييكم على استخدامكم السوشيال ميديا في مواضيع طيبة ونافعة. شكرا لك يا أم وجود. ودكتورة، الذبحة الصدرية بشكل عام شو هي الأعراض الواحد ممكن يحس انه قبل الذبحة الصدرية ممكن نتي او شيء؟ هل الم في الصدر او شغلة معينة؟ اثنين، كيف يمكن الوقاية؟ السريع دكتور. اعراضها طبعا الاعراض الناس معظم الناس تعرفها، اللي هي يكون في الم في الجانب الايسر، يعني يصعد الى الفك والكتف مع تنميل بسيط، يكون مرات في ضيق في النفس، ولكن هذه ليس كل الم في الجانب الايسر مع تنميل يعني ذبحة صدرية، ولكن الألم يكون الواحد ساعات راقد غلط، مرات تعصبة، بس ألم الذبحة الصدرية شيء يكون الواحد يحس العلامة العالمية لذبحة الصدر، اللي يكون واحد حط قبضته على صدره ويقول لك أحس كأنه بالإنجليزي يقول في فيل قاعد على صدره، يعني من الثقل اللي هو حاس على صدره، وفعلا يحس أنه في ثقل كبير على صدره. هذا أهم عرض لعرض الذبحة الصدرية. كيف نقدر نقي منها؟ طبعا شو السبب؟ إذا عرفنا شو السبب نعرف شو الوقاية، شو الأسباب؟ السمنة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين. فهذه الأسباب كلها عرفنا كيف إن نقي نفسنا من أسباب الإصابة فيها، بنقلل نسبة الإصابة بالذبحة الصدرية. فيا جماعة، أهم شيء التزام بالأدوية، المحافظة على الوزن، والتزام بتعاليم الطبيب بكيفية أخذ الدواء ومدة أخذ الدواء عشان نقي نفسنا من الذبحات الصدرية. طيب دكتورة، نحن ما نطلع فاصل، بعد فاصل إن شاء الله منلاقيكم. يسعد كل أوقاتكم ومبارك الله في جهودكم، شكرا جزيلا. صباح الصحة والسعادة من محمد. شكرا محمد. وبن خليفة
نقول الله يقويكم. شكرا لكم جميعا. فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. دكتورة، قلنا نحن يعني يتنا الطلبات نتحدث عن القولون العصبي، فقلنا ما نتكلم عن القولون العصبي، وانت ايضا بعد تكلمت اثناء الفاصل مع المستمع مع المتابعين عبر يعني قنواتنا في التواصل الاجتماعي على الانستغرام لايف، كانوا يتحدثون ويسألون عن مجموعه من الاشياء. فان شاء الله مرض بطانه الرحم المهاجر تكلمنا عنه، ما نتكلم عنه مره ثانيه مو مشكله. حاضرين. فما نتكلم عن القولون العصبي بداية، شو هو القولون دكتورة وكيف يصيب الإنسان؟ طبعا القولون العصبي هو مرض نفسي نفسي مزمن. أوكي. يعني شو يستوي؟ احنا القولون طبعا هو جزء من الأمعاء عندنا. اللي يستوي ان القولون العصبي سمي بالقولون العصبي لارتباطه بالحالة النفسية للمريض. الحالة النفسية شو عبارة عن شو؟ ممكن تكون غضب، ممكن تكون زعل، ممكن تكون إرهاق، ممكن تكون إجهاد، ممكن تكون توتر. أي شيء أثر في الحالة النفسية للمريض سبب له أعراض القولون العصبي. شو تكون أعراض؟ الواحد يحس بالعادة بانتفاخ في البطن، غازات، تكرمون أحيانا إسهال، أحيانا إمساك، يحس إنه بالعادة النساء تقول أحس كأني أنا حامل في الشهر الخامس، دائما يقولون أحس كأني حامل في الشهر الخامس، طلع مثل كرشة، تختفي تروح وترد، تقولك تروح وترد. يتأثر وايد خصوصا قلة النوم، الناس النوم مش منتظم، السهيرة، اللي يشربون كافيين وايد، اللي يدخنون وايد، يكون عندهم قولون عصبي متهيج أكثر. يعني تستوي الأغشية المبطنة للقولون تلتهب وتعطي للمريض هذا الإحساس إن بطنه منتفخ، إن في إسهال، في إمساك، في ألم بالعامية، مثلا نقول في حيسة، يسوي له غازات شديدة في البطن. للأسف ما في لا علاج دائم، يعني ما في يعني مثلا نقول حبة سحرية إنه بتعالجك القولون العصبي. ولكن القولون العصبي مهم جدا، مثل أي أمراض تابع للجهاز الهضمي. أي مشكلة عندك في الجهاز الهضمي يا جماعة لازم بعدين يكون له ارتباط بالأكل. في أكلات تهيج وفي أكلات تريح، يختلف من مريض إلى آخر. في مرضى الأكل الحار، الأكل الدهني يتعبه، في مرضى منتجات الألبان تريحهم، في بالعكس سببهم غازات أكثر. فمهم جدا جدا لما يكون عندك قولون عصبي أي أكل، يعني كلت وجبة تعبت عقبها، تكتب شو كلت في هذه الوجبة، بعدين تحاول تشوف شو الأكل اللي يتعبك أكثر عن غيره تتفاداه عشان ما ترجع لك أعراض القولون العصبي. هذا مهم، رقم واحد. رقم اثنين، المحافظة على النوم، لازم تنامون فترات كافية عشان ما ترجع لكم أعراض القولون العصبي. تعدوا عن التدخين، الكافيين بالعادة يضر القولون العصبي أكثر ما يفيده. في مرضى لما يجون العيادة محمد يقول إذا دكتور إذا أنا إنسان متوتر، يعني أنا طبيعتي إنسان أفكر وايد وأتوتر وايد، شو أسوي؟ يا جماعة ندرب عقولنا على إن نكون أهدى. يعني كنا عندنا توترات في حياتنا، ولكن ما نخلي التوتر يتحكم بجسمي كامل. يلي يقولون عصبي ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ممكن يسوي لي سكر، فلازم نسوي كنترول. دكتورة يعني الموضوع اللي يأكلون سبايسي والتوابل هذه دائما يقولون القولون عندنا يلتهب، فشو الأطعمة اللي معروف عنها أنها هي تهيج القولون؟ شوف محمود، الأكل السبايسي والمدهن ترى ممكن ناس يتعبون، في وايد ناس عادي يأكلونه ما يسوي لهم أي مشاكل، بس في ناس يأكلونه يسوي لهم أول شيء قرحة في المعدة، زيادة حمض المعدة، بعدين يهيج لهم القولون، لأن الدهن والبهارات تهيج، تسوي التهاب خفيف في بطانة القولون فتسوي له تهيج. في فرق ما بين القولون اللي يصيب الرجل عن الحرمة؟ القولون العصبي الحرمة معرضة أكثر من الصابة. الحرمة القولون العصبي معرضة أكثر عن الرجل. الرجال مدخنين أكثر، لأن الحرمة تفكر، الحرمة عندها أقل تحكم بعواطفها، فتلاقي التوتر عندها دائما شديد وتفكر في كذا شيء في نفس الوقت. الرجل يفكر بالعادة أتوقع في أقساط سيارته أو في التأمين اللي زيده على سيارته أتوقع. على طار التأمين، نحن ننضم لنا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي.
طبعا دكتوره في وايد اسئلتنا عن موضوع القولون، بس احنا بنخلي الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور يا مرحبا. عاد بما انك انت دخلت معنا ونحن نتكلم عن القولون فبنكمل بس هذه الاسئله. يمكن سبحان الله انت بعد عندك اجابه بما انك طبيب اسره سابق. يس ها دكتور. اي نعم زين. عموما تقول زوجي تعالج من القولون العصبي في احد الدول الاوروبيه. قال للدكتور كثير يجوني من العرب ويكون عندهم خطأ في تشخيص المرض، وهناك لبس بين أمراض المعدة وخاصة القرحة وأمراض القولون. في القولون التقرحي بعد دكتورة؟ إيه في قولون تقرحي اللي هو يسمونه ألسيريتيف كولايتس أو كرونز ديزيز، في نوعين من التقرحي. فبالعربي سامحني ما أعرف شو اسمهم بالعربي. دكتور يمكن دكتور حيدر ما شاء الله لغته قوية العربية. والله في في المصطلحات الطبية لا في المصطلحات الإدارية. طيب دكتور بس هو كرونز ديز مرض كرونز كرونز ألسيريتيف كولايتس هو التقرحي. دكتورة جزاك الله خير على طرح المواضيع الطيبة. ممكن تتكلمون عن تدخين وأضرار إن شاء الله. خلكم سعيدين وإيجابيين والقولون ما راح يجيكم ولا شو رأي؟ رأي من رأيك هل القولون عصبي يؤدي لسرطان القولون؟ يدي ولا ما يدي دكتور؟ لا لا ما له علاقة. ما له علاقة. إذا خلاص خلصنا موضوع القولون. ممكن سؤال ممكن أسئلة ما شاء الله الله يوفقك يا محمد. حاضرين إن شاء الله على نفس الموضوع لأن موضوعنا الحين عن التأمين الصحي. وبعد يعني العد التنازلي بدأ معانا الدكتور للتأمين الصحي. صحيح. كم يوم باجعة نهاية مهلة؟ خلاص آخر الشهر 23 يوم أتوقع أقل. اليوم 11 اليوم لا 12. اليوم 12 يعني عندنا بالضبط 19 يوم. 16 يوم يا جماعة 19 يوم هي. يعني عقب هذا ما في تمديد مرة أخرى للتأمين الصحي لين 31/1. طيب اللي عنده أسئلة يتوجه لنا. بس في البداية دكتور يعني تفضل الرسالة اللي تبغي توجهها. صحيح. للمستمعين اللي ليحنا ما أمنوا أو اللي أمنوا. نعم. أو اللي عندهم بعض الأشياء. نعم. الخاصة بالتأمين. نعم. طبعا أول شيء عبر منبركم رح نعلن اليوم أنه وصل عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي، عدينا 4.2 مليون شخص تم تغطيتهم. ممتاز. في إمارة دبي بالتأمين الصحي. فالعدد المتبقي مش كبير وايد لكن لا يزال يعني هناك عدد بعد نبا يكون جاهز إن شاء الله الله تعالى. مثل ما تفضلت الدكتورة طبعا قرار غرامات بالنسبة للمتخلفين عن الضمان الصحي من سمو رئيس المجلس التنفيذي تبدأ الغرامات في 1/4 والغرامة عبارة عن 500 درهم للشخص في الشهر. الشخص المسؤول عن توفير التأمين الصحي هو الكفيل أو صاحب العمل، وبالتالي الغرامة ما تكون على الموظف ما تكون على العامل وإنما على الكفيل أو صاحب العمل اللي هم مسؤولين عن توفير التأمين الصحي لموظفيهم أو مكفوليهم أو ذويهم. أسعار الباقات تبدأ اليوم من أسعار منافس جدا تتراوح ما بين 550 إلى 650 درهم، وفي عندنا 12 شركة تقدم الباقات الأساسية. تقريبا يعني نطلب من الجميع أنهم ما يتريون لآخر لحظة، ما راح يكون في تمديد للغرامة. أوريدي آليات البدء في تطبيق الغرامة عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب موجودة في مكانها، فراح تتشرد الغرامة مع رسوم التجديد. يعني شو بيستوي اليوم مثلا خلنا نفرض 1/4 اللي بيستوي مثلا الأشخاص اللي راحوا يجدون الإقامة في 1/4 وأوردي ما عندهم تأمين راح يحسب عليهم السيستم مخالفة شهر أوتوماتيكيا، ولما يدفع رسوم تجديد الإقامة معها راح يدفع 500 درهم إضافية للتأخير في التأمين الصحي. إذا عد الشهر عن كل شهر عن كل موظف لكل شهر أو كل شخص لكل شهر مبلغ بيطلع وايد أفضل لي يروح يأمن. صحيح. وايد أفضل لي يروح يأمن، وهذا الهدف أن العقوبة تكون رادعة لأن في النهاية التأمين حماية له، فأحيانا أنت شوي تكون معهم إلى حد ما يعني شديد لمصلحتهم في الآخر. صحيح أكيد. في عندنا مكالمة أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو محمد تفضل. إذا سمحت إحنا عنا الوالدة أملنا لها من أول سنة وأخذناها على دكتور عيون وقال بدها عملية مي بيضة. فهل التأمين بيغطي العملية هاي؟ نعم يغطي العملية، لكن نتأكد من شيء واحد، إذا كان عندها المياه البيضاء قبل ما تشتري التأمين ففي الحالة هاي شركة التأمين ما راح تغطيها لمدة 6 شهور. بعد الست شهور بعد الست شهور تتغطى العملية إن شاء الله تعالى. نحن ما بنعرف يعني هل إحنا صار لها هي من أول سنة. نعم. التأمين وأخذناها من قبل 15 يوم يعني. نعم. فكيف بدنا نعرف إنه هل المي البيضة موجودة؟ يعني هل هي من متى عندها النظر ضعيف؟ من متى عندها ما تشوف عدل؟ يعني هي كبيرة بالعمر مو. نعم. إنه يعني بس خلال فترة التأمين يعني كان في ألم بعينها. نعم.
ودموع هيك، واخذناها على الدكتور وقال بدها عملية بيضة حتى. نعم. الأدوية ما أعطاها. نعم، هو الدكتور نفسه يقدر يقول لك من متى، لأن الماي البيضة هي عبارة عن تكلسات تتكون في عدسة العين، فعادة التكلسات هاي تتكون على مدى يعني أشهر أو سنين حتى، فأصلا بيكون عندها الماي الأبيض من فترة طويلة. لكن بعد 6 شهور تتغطي شركة التأمين، فإذا أنتوا بديتوا من أول السنة يعني على شهر 6 إن شاء الله ممكن تبدأ الشركة تغطي لك العملية. شكرا لك ابو محمد. طيب دكتور، واحد يقول السلام عليكم، ام زوجتي على كفالتي وهي تتعالج في عيادات وزارة الصحة مجانا، فهل انا احتاج اسوي لها تأمين علما انها ربة بيت ما تشتغل؟ اقامتها تعالج وين؟ على وزارة الصحة ما ادري، بس هو اي اقامة صادرة من امارة دبي يجب عليها تأمين. صحيح بالضبط، فاذا اقامتها من امارة دبي لازم يكون لها تأمين. طيب دكتور، في واحد سألني هني ومعصب تبغي الصدق، يعني قال في شائعات انتشر قبل 5 سنوات عن الأندومي مضر، ومن هالكلام سؤالي هل الأندومي يجيب مرض السرطان؟ أتمنى الرد. وبعدين عصب عليه قال أنت ليش مسوي بث وما قاعد ترد علينا؟ دخلنا موضوع ثاني، تفضل يا دكتور. تفضل. عن الأندومي يا جماعة، ما في يعني بالعادة بعيد عن التدخين، يعني ما في أشياء أكل معين نقدر نقول له علاقة مباشرة بالسرطان، يعني ما في شيء، لأن لو في شيء له علاقة مباشرة بالسرطان ما رح يدخل الدولة أصلا. ولكن الأندومي فعلا مضر. ليش؟ لأنه في غني بالمواد الحافظة، البهارات الموجودة فيه ما تعرف هي عبارة عن أي مكس من البهارات، في مونوغلوتاميت الصوديوم اللي هو يعتبر الصوديوم اللي فيه يعني. الملح المضر هذا. ولكن هل لو أكلت أندومي أكيد بيك سرطان؟ لا، ما حد يقدر يجزم هذا الشيء. طيب كلهم باستا فرش يا جماعة. أوكي. شباب اللي موجودين معنا على البث على انستغرام، بس أعطونا دقائق ناخذ مكالمات زين، وما نطلع فاصل وما رد عليكم. ناخذ بوسيف. بوسيف السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سريع. أول سؤال حق دكتور حيدر. بخير الله يسلمك. أبو حيدر يانا يهاجم أصحاب العمل. الله يا مرحبا، تفضل خوي. دائما المواطن مظلوم لأنه عنده عمل. لا لا بالعكس، المواطن محمي لأنه عنده عمل، وهذا إن شاء الله حماية المواطن. يعطيكم العافية يا أخوي. أنا عندي سؤال من شقين. تفضل. فهذا الشيء طبعا أنا شفت جماعة كثير يعني صادفوني. أن في جماعة مثلا متزوجين من غير مواطنات، صحيح، والزوجة هذه طبعا صار لها مثلا بنقول 6-7-10 سنوات لكن ما انضافت. نعم. الآن مثلا الريال أو العيال أو ما يشبه عند الضمان الصحي. نعم. الحرمة يقول لك لا، نحن ما نحط لك ضمان صحي إلا لما تكون مقيدة بخلاصة القيد. صحيح. حلو زين. الآن هني الحين مثلا أنت قلت قبل شوية 500 و600 و700، سمعت جماعة يقول لك الزوجة يكلف ثمينها من 2000 إلى 2500 درهم. نعم. تستاهل ولا تستاهل مستاهل؟ الله العظيم. المدام تسمع ولا ما تسمع المكالمة؟ سيف اختصر لي الله يخليك، لأنا بطلع فاصل. بس عشان رد على سؤالك سيف باختصار، هو تبدأ الباقات من 650. العمل العمال. نعم. يا أخي نحن الحين نحط شيء فلاني على إقامة وعلى وعلى، ويجيك العامل مثلا تايبين عقد 2 سنين وكذا، وتشوفه أنا ما في، أنا ما أريد، أنا ما أريد، خسرت أنت شيء فلاني تقريبا في حدود 8000 درهم. نعم. يقول لك خلاص كنسل، أنا ما يريد. فتنجبر أنك تتكنسله، ترجع لك بيزاتك. لا مو التأمين يعني. نعم. ترجع لي التأمين 500. الهجرة، الضمان البنكي مثلا، البطاقة العمل، هذا مو من عندنا، الفحص الطبي. لا نحن نتكلم عامة على ما هو خسر العامل. صحيح. قلت على العامل واضح سيف، قلت العامل ما يختص، يختص مثلا مو رب العمل. زين انت تعرف ليش انا مخلنك على راحتك؟ لان قلت له مناخذه بعد الفاصل، قال لي ايمن لا خذها الحين قبل الفاصل بعدين ما نطلع فاصل. برد عليكم صدقوني. طول عمرك. مشكور يا سيف. برد عليكم مو مشكله. نعم مشكور. باختصار عمرك يجزاكم الله خير. الله يسلمك ان شاء الله يبارك فيك. نعم طبعا خلنا نطلع فاصل، شو رايك ابو حسن؟ تاخرنا على فاصل ونرجع ناخذ راحتنا نرد على سيف. سيف فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. حلقتنا اليوم عن التأمين الصحي، فما نتكلم عن التأمين الصحي بس دقائق علشان
نرد على أسئلتكم. أول شيء دكتور خلنا نرد على سيف. نعم سيف طبعا سأل بالنسبة للزوجة، تبدأ باقات الزوجة من 650 درهم حسب الفئة العمرية. راح نطلق إن شاء الله تعالى بنهاية اليوم على السوشيال ميديا التابع للهيئة الجدول، الجدول هذا بيبين جميع شركات التأمين وجميع أسعار الباقات المختلفة سواء باقة العمالة أو باقة الأفراد الأسرة أو كذلك باقات كبار السن، راح تكون كلها في جدول بسيط، ومن خلال الجدول ممكن الوصول إلى موقع الشركة وشراء الباقة بشكل مباشر. ومهم أن الإنسان يطلع على الباقات المختلفة ويعرف شو الاختلافات من بينها وشو ليش هاي أغلى وهاي أقل وشو المزايا المختلفة اللي موجودة في البطاقة. أما بالنسبة للموظفين مثل ما ذكرت أخوي محمود طبعا إذا كنسل الإقامة فيقدر يسترد مبلغ التأمين أو يحوله إلى موظف آخر، وهذه إجراءات بالنسبة للشركات عادية يعني. وسيف بغي يحملك مال الهجرة والجوازات وزارة العمل كل شيء، على الأقل هني هالمبلغ يحصل في مقابلة ويحمي نفسه ويحمي يعني شركته كذلك، لأن حتى وايدين كان يقولون أول أخوي محمود أوكي خلاص بسفر العامل وبيب عامل ثاني بداله، بس إذا بيسفر العامل طبعا احيانا يكون اوريدي هو موجود في المستشفى ومحتاج العمليه وعمليه عاجله فما يروم يسافر، حتى لو سافر بيقعد شهرين ثلاثة اربع شهور بدون موظف بيدفع مبالغ كامله هاي مره ثانيه عسبي فيها موظف جديد. ففي النهايه يعني ال 500 توفر عليه وايد. طيب انا باخذ المكالمات مره واحده، اذا في اكثر من مكالمه مره واحده يجمعوا لي اياهم على اساس ابغيهم يختصرون، لان في عندي وايد اسئله هني. اول شيء بمصطفى، يلا بمصطفى تفضل واختصر لي. عليكم السلام، تفضل على السريع بمصطفى. مرحبا صباح الخير. صباح الكور، تفضل. برنامجكم جميل طبعا، شكرا، متفيدين منه. شكرا بمصطفى، سؤالك حبيبي. السؤال الاول، انا عندي عنايه مخطط طفله عمره سنتين ونص. نعم تفضل. العنايه عندها سوسه في الراس. اوكي، بعد ما خلصت من ان يعمل لها اجراءات بتاعت السوسه في المستشفى قالوا لي لا التأمين ما يغطي لك انت، مفروض توديها برا لانه انا عندي في البطاقه 20%، مفروض اطلع 20%. واضح دكتور؟ قال لي فهي تفهم ما يغطي. استغربت يعني كيف يعني ما يغطي، ما فهمت. يقول عنده تسوس في الاسنان والتأمين ما غطاها. لا بس عنايه يغطي التسوس، يغطي العلاج الاسنان ويغطي التسوس، الا اذا هو مستعمل الليمت اللي عنده فهو خلص الحد السنوي. لا ما مستخدم خالص. عيال في اي مستشفى يعني؟ في عياده خاصه ولا حكوميه؟ دكتور عشان ما ادخل في هذا النقاش وايد، حمده تاخذين رقم مصطفى الله يخليك، خلينا نتكلم معاه تحت الهواء نشوف. السؤال الثاني مصطفى، خلاص الله يخليك لانه وايد اسئله عندي. أوكي. جزاك الله خير، بكلمك على هذا اذا بتختصر ما عندي مشكله. زين بختصر لك انا. قول لي السؤال على السريع، على السريع. السؤال الثاني، انا عندي حصوه بالكلى. الادويه اللي عليها اعشاب ما تغطي. صحيح. واضح. انا لو عملت عمليه حكلف التامين اكثر. صحيح. خلاص ان شاء الله. واضح. صحيح. واضح. صحيح. واضح. شكرا يا مصطفى. نعم. طيب دكتور قبل لا نرد على مصطفى خل ناخذ احمد، واحمد اختصر بارك الله فيك على اساس بس نجاوب على وايد الاسئله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل دكتور. عندي مداخله بسيط جدا. عندي واحد من قرايبي انا موافقه، فهي قافل لنا بنتها مجتمع قانوني، فصرت اسوي له تامين فطلعها مبلغ 7000 وشويه، بس هي سن القانوني اذا كان بكفاله سن القانوني يكون اقل او عمريا. لا له بالنسبة للأطفال تبدأ الباقات من 650 درهم خوي، لكن يعتمد أنت شو تبغى تشتري. يعني التأمين اليوم أنت تقدر تختار أشياء كثيرة والسعر يتغير باختيار. نعم دار تكافل سويت 650 هذا نفسي. صحيح إيه؟ كلامك 100%، بس أنا صرت دار تكافل عندي واحدة من قرايبي، بس هي تعرف يعني أرملة مطلقة. كم عمرها يعني؟ هي عمر هو أعتقد مواليد 85. المواليد 85 يعني عادة هاي تقدر تحصل الباقات من 650 وطالع. في لستة 12 شركة تشيك معاهم كلهم، بعطيك الريت. شكرا لك. شكرا لك. شكرا دكتور. آخر مكالمة ناخذ بعدين ناخذ أسئلة الرسائل النصية. أبو محمد تفضل. تفضل أبو محمد، سامعكم. تفضل أبو علي معكم. أبو علي تفضل. أبو علي سامحنا. دام فضلكم سؤال صغير بس، بحال إلغاء العامل وانطبق عليه نظام الغرامات هل يدفع الغرامة بحالة الإلغاء؟
كيف يعني في حالة الغاء ما تقدر تلغي، ما تعطيك شركة، ما تلغي لك شركة التأمين التأمين؟ لا لا. نزل قرار، نزل قرار وما عملنا تأمين للعامل المخالف. صحيح، حتى في حالة الغاء تطبق الغرام، في حالة التجديد أو الإلغاء يعني ما يقدر يغادر الدولة إلا لما يدفع كل الغرامات اللي عليه المتعلقة منها غرامة التأمين الصحي. شكرا. طب هو مخالف أصلا هل يقدر يسوي له تأمين ولا لا؟ ما له علاقة التأمين الصحي، ما له علاقة مخالف من أنه متأخر يعني في إجراءات الإقامة. نعم. هي تقدر تسوي له تأمين، هو التأمين حماية صحية فما ما له علاقة بالتأخير ولا. ممتاز، رحم الله والديك. شكرا جزيلا. طيب دكتور، الأسئلة القادمة بناخذها باختصار قدر الإمكان. بسم الله، هل يوجد جهاز منزلي لقياس نسبة الكوليسترول في الدم وسلامتكم؟ موجود في الصيدليات، موجود في الصيدليات بعض الأجهزة. السلام عليكم، أنا أول وحدة قدمت للتأمين لين الحين ما وصلت البطاقة. أم محمد، التفعيل على الهوية يكون، لكن إذا الشخص يبى بطاقة يطلب من شركة التأمين يبعثون له البطاقة. السلام عليكم، ما وضع المكفولين العائلات الذين هم خارج الدولة؟ هل تطبق عليهم غرامات مع العلم أنهم غادروا الدولة قبل التطبيق الغرامات؟ وما وضعهم إلغاء إقامتهم خارج الدولة إذا غادروا بعد أو قبل تطبيق الغرامات؟ ولكم جزيل الشكر. هو المتعلقة بحالة الإقامة، إذا الإقامة سارية المفعول يجب عليه التأمين، وجوده خارج الدولة أو داخل الدولة ما يختلف. إذا هو خارج الدولة كذلك على الأونلاين يقدر يسوي التأمين يعني، لكن إذا هو ما يبى يكنسل الإقامة فيكنسلها وهو خارج الدولة. طيب، حد يسأل عن علاج السمنة المفرطة ما نتكلم عنها. سؤالي، ليش التأمين ما يشمل الحوامل إلا إذا حملت بعد إصدار التأمين؟ هذا كم مرة قلنا، التأمين هو عملية تغطية المريض أو الشخص ضد الأخطار المستقبلية، فدائما تحسب باقات التأمين على أساس الأخطار المستقبلية. في حالة تكون المرأة حامل أوريدي، ممكن بعض شركات التأمين تغطي لك إياه بعد 6 شهور، أو بعض الشركات الأخرى تغطي لك ما عدا الحمل والولادة، أو تطلب منهم مبلغ أعلى لتغطية الحمل. أنت مضايق من سؤال الحوامل، خذ هذا السؤال، هل التأمين الصحي إجباري ولا اختياري؟ لا ما بنجاوب عليك، هذا ما بنجاوب عليك. يا دكتور، ما هو علاج التقزم وهل في أمل أن يطول الإنسان بعد البلوغ؟ موضوع طويل محمود، ما نتكلم عنه إن شاء الله. سؤال التأمين، ولما أسوي إلها تأمين 650 درهم والشخص مرض، علاجه بيكون ببلاش ولا بدفع نسبة من العلاج؟ وهي 650 درهم مبلغ ممتاز سنوي. هذا السؤال جدا مهم، علما أن عمره 65 سنة، هذا اللي كان يتكلم عن أن طبعا 65 سنة باقات كبار السن تبدأ من 2500، يعني بالتأمين أبو 650 هذا الفئات اللي أقل من 60 سنة، أما فوق 60 تبدأ باقات من 2500 درهم وطالع. نسبة المشاركة في العلاج 20% ما عدا داخل المستشفى، لما تدخل المستشفى ومحتاج عملية تدفع 20% لما توصل 500 درهم مشاركة في العلاج، بعد 500 يتحمل التأمين كامل المبلغ المتبقي. طيب، سررنا كثيرا بهذا القانون، ولكن للأسف عندما دفعنا مبلغ التأمين فوجئنا بأن هذا التأمين لا يغطي أي شيء إلا الحالات الطارئة فقط، وليس هناك مشافي ومراكز طبية، علما أن التأمين هو قال شركة التأمين يعني. نعم، هو طبعا مثل ما ذكرنا الباقة الأساسية هي باقة تغطي عند طبيب العائلة أولا، ومن ثم إذا كان في حاجة للأخصائي أو المستشفى التحويل عن طريق طبيب العائلة. بس خلني أوضح النقطة هاي، لأن اليوم وايد ناس يقول ليش يا أخي عن طريق طبيب العائلة؟ أنت تقدر تشتري باقة تعطيك أكسس للأخصائي مباشرة، بس ما بتحصلها بالسعر هذا، هناك صحيح. أسعار أعلى للباقات هاي، تقدر تغطي كل المستشفيات اللي بها. اليوم توصل أسعار باقات التأمين الصحي ل 50,000 درهم. احنا اليوم الحد الاساسي القانوني هي الباقه الاساسيه، اي مزايا اضافيه حابها الشخص من ناحيه الحصول على دخول الاخصائي مباشره، دخول لمستشفيات معينه، يقدر يضيف على الباقه ويشتري الباقه اللي تناسبه. احنا ابو 500 ومسوي لنا مشاكل. طيب، التامين الصحي اجباري يا سيد الفاضل على كل اقامه صادره من اماره دبي. زين، السلام عليكم، زوجتي تحمل الجنسية الألمانية ولديها تأمين في ألمانيا وحاليا موجودة في ألمانيا، هل من الضروري أعمل لها تأمين وسوف ترجع إلى الإمارات بعد 5 شهور وإقامتها على كفالتي؟ إذا عندها إقامة سارية يجب، ممكن الشركة الألمانية يكون عندها معاهدات مع الشركات المحلية، وبالتالي تعطيك الشركة المحلية ما يفيد بالتغطية، لأن في حالة الحاجة إلى العلاج إحنا نتعامل مع الشركة المحلية. طيب، السلام عليكم، يعطيكم العافية إن شاء الله. هل التأمينات اللي
خاصة بالمستشفيات الحكومية تعتبر تأمين كافي عشان تجديد الإقامة، التأمين الحكومي اللي هو 325. هذا مش تأمين، هاي بطاقة خصم تصدرها بعض المستشفيات الحكومية سواء في هيئة الصحة أو في وزارة الصحة، هذه هي بطاقة خصم وليست بطاقة تأمين صحي، وهذه اختيارية مش إجبارية أصلا. أتمنى من هيئة الصحة النظر في موضوع المبتعثين للعلاج خارج الدولة بخصوص يعني نظر فيهم إن شاء الله. لغلاء المعيشة والإيجارات في الدول الأوروبية والمبالغ اللي تنصرف ما تكفي. يعني نتكلم على البجت اللي موجود. ما نسمع المكالمة إن شاء الله حين سمعتوها. مشكورين على جهودكم اللي تخدم الصالح العام إلى الأمام دائما. أنتوا تتابعوا هنا ليش التأمين يشمل العيادة الإسكندنافية للأسنان ما يشمل؟ ما يشمل، هو أصلا الباقة الأساسية ما تغطي الأسنان إلا في حالات الطوارئ، لكن في باقات كثيرة تغطي. زين، عموما اللي عنده سؤال عن التأمين يطرش لنا. في سؤال هناك محمود على نور دبي إن قنوات التواصل مع التأمين الصحي. نعم. الرابط هذا جدا مهم. طبعا التواصل مع التأمين الصحي عن طريق الموقع الإلكتروني الضمان الصحي اللي هو إسعاد www.ishd.ae، وكذلك في من خلال الرابط للشكاوي اللي هو برنامج خدمة المتعاملين في الضمان الصحي، إذا كان في أي استفسارات أو شكاوي أو توضيحات مطلوبة بالنسبة للتأمين الصحي. كذلك على الصفحة إن شاء الله تعالى راح يكون موجود الجدول اللي يبين أسامي الشركات وأسعار التأمين الصحي لدى هاي الشركات. زين، قبل لناخذ الانستغرام، أنا أمنت خدامتي في شركة ضمان، فهل هي ضمن الاثنى عشر الشركة؟ نعم، من ضمن الشركات. طيب دكتور، تبغى نذكر الشركات؟ والله يا ليت. زين، هم الشركات الاثنى عشر اللي تغطي الباقة الأساسية في إمارة دبي هي ضمان، ميت لايف، أليكو، أكسا، دار التكافل، تكافل الإمارات ونور تكافل، عمان للتأمين، إن جي آي، راس الخيمة للتأمين، وين كم واحدة عدينا احنا؟ وصلنا 9 اعتقد او 10 تمت واحدة، وصلنا 10 عن يونيون، كذلك يونيون للتأمين. نعم. طيب ملاحظة مهمة، وأورينت عرب أورينت. نعم. ملاحظة مهمة، تأمين 650 للأسف تواصلت مع كثير من المراكز الطبية هي أجنبية وليس فيها دكتور عربي. الدكاترة الأجانب أكثر من العرب، في كذلك دكاترة عرب، وإحنا الحين شغالين وايد مع شركات التأمين عسب أنها تطور المراكز هاي والخدمات عبر المراكز، ونراقب عليهم إن شاء الله تعالى بشكل دقيق. ممتاز جدا، بناخذ الملاحظة هاي بقى. ممتاز جدا دكتور. أيضا البوليصة مالت التأمين دكتور هي بالعربي بالإنجليزي صح؟ بوليصة التأمين حاليا بالإنجليزي، بس طلبنا أنها تكون موجودة كذلك باللغة العربية قريبا إن شاء الله تعالى. طيب، لأن هذه مسألة وايد مهمة بالنسبة للمؤمنين على أساس أن يطلعون على البنود الخاصة. نعم. فيهم شو لهم شو اللي عليهم. في واحدة من الشغلات المهمة أيضا يقول عطنا بعض المراكز العربية، أرجو منك توصيل هذه الملاحظة. وصلناها. تعالى. أوكي تمام. زين طيب، واضح يا ربيع، ربيع أظن اسمه. علاج الأسنان يغطي دكتور؟ في الباقة الأساسية ما يغطي، لكن ممكن واحد يغطي بشكل إضافي. ليه محمود يقول رسائل يا جماعة دكتور حيدر، كذا ما نركز إن نحافظ على أوراق التأمين، شو الشركة اللي مأمن فيها أنا الأوراق البوليصات التأمين حافظ عليها، حقوق الواجبات، لازم نعرف شو اللي لنا وشو اللي علينا. وايدين يون مش عارف في أي شركة تأمين مأمن يعني. صحيح، لأن على بطاقة الهوية طبعا يطلع، بس أنتوا خلوا معاكم الأوراق لا تضيعونها. طيب دكتور، في بعض الأحيان الواحد يقول أنتوا سويتوا التأمين على أساس تخفون الضغط على المستشفيات الحكومية، ولكن لما نروح التأمين نحن نضطر ندفع 20% أو 10% من مبلغ التأمين. نعم. طيب هذه 10 أو 20 أصلا يعني مبلغ كبير إذا كان العلاج عندنا عالي يعني. نعم. واحد يدفع له مال 20-30 ألف في حالات 100 ألف. صحيح. خل نرجع من البداية. أول شيء، تم عمل التأمين الصحي أو نظام التأمين الصحي مش لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وإنما هذا نظام متكامل يتماشى مع استراتيجية إمارة دبي. يعني إمارة دبي أقرت من ضمن استراتيجيتها أن اليوم 30% من الخدمات الصحية يجب أن تقدم من الحكومة و70% من عن طريق القطاع الخاص، وبالتالي القطاع الخاص اليوم شريك رئيسي في عملية توفير الخدمات الصحية في إمارة دبي. التأمين يفتح الباب لدى الأفراد في الخاص والحكومة، والأشخاص اللي عندهم تأمين يغطيهم في الحكومة كذلك عندهم 20% أو 10% مشاركة حسب الباقة اللي هو يشتريها، لكن الباقة هاي تتوقف عند 500 درهم. يعني حتى لو كان جيمة العملية 100 ألف يشارك في العلاج لين ما يوصل 500 ويتوقف. ممتاز، ممتاز جدا. طيب ناخذ عمار، تفضل يا عمار.
صباحك خير عمار، تفضل. يا هلا، صباح الخيرات. لو سمحت الحين انا عندي استفسار، اذا انا امنت خلينا نقول مش الباقه الاساسيه تمام، اي باقه ثانيه بريميوم اوكي، الرسوم التجديد بتكون نفسها هي اللي بدفعها اول مره يعني السنه الجايه ان شاء الله؟ نعم، يعني لما ينتهي التامين. نعم، في آليات معينة للتجديد، في ضوابط معينة لتجديد الباقات لشركات التأمين، فلو مثلا زاد الرسوم بنسبة معقولة حسب ظروف معينة ما في مشكلة، لكن لو زادها بنسبة كبيرة بدون أسباب في الحالة هاي ممكن نتواصل مع الهيئة والهيئة يعني تتدخل في الموضوع. طيب ناخذ سؤال، متى آخر مهلة تطبيق الغرامات دكتور؟ نعيد 31/3 آخر يوم، بس ما لا تتريون آخر لحظة رجاء، يعني إن شاء الله تعالى من قبلها الجميع يحصل على التأمين الصحي. كذلك راح يكون عندنا في موقع إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي اللي هي في مبنى جمعية الأطباء والمهندسين في منطقة الممزر، راح تكون شركات التأمين كذلك متواجدة يوميا ابتداء من باكر. طيب، سلام، عندي الوالد والوالدة عمرهم 75 من جزر القمر وفيهم السكري، والوالد فيه زهايمر، شو التأمين المناسب؟ نعم، ضروري جدا نترياك. بالنسبة لجزر القمر في الوقت الحالي ما يحتاج انه ما يحتاج يعني لان هو يبغي يأمن مثلا، اذا يبغي عندهم باقات من 2500 درهم وطالع. طيب، وممكن يأمنون لهم حتى لو فيهم دكتور السكري وزهايمر؟ ما في مشكلة، بس راح ياخذ يكون في فترة انتظار 6 شهور على على الأمراض المزمنة اللي موجودة قبل التأمين. قبل التأمين. أوكي. حفظنا الأجوبة والله. إيه دكتورة ما شاء الله أوكي. طيب، نحن دكتور يعني بنخصص الدقيقتين هذه للباقيات لرسالة تبغي توجهها والموضوع مفتوح لك، ما بناخذ لا أي سؤال ولا أي جواب. الله يخليك، تسلم. طبعاً يمكن مثل ما ذكرنا ونذكر بشكل مستمر، المرحلة النهائية اللي تم تمديدها مرتين بالنسبة للحصول أو الانضمام إلى مظلة الضمان الصحي في إمارة دبي هي نهاية الشهر هذا، بالنسبة لجميع أصحاب العمل أو الكفلاء اللي يتأخرون عن توفير التأمين لمكفوليهم راح تبدأ تنطبق عليهم الغرامات المذكورة في القانون، والغرامة راح تطبق من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند التجديد، يعني مع إجراءات تجديد الإقامة. يعني فلنفرض شخص إقامة تخلص شهر 7 وما مأمن، فبيكون عنده جاب 3 شهور في الإقامة، بيروح غير من شهر 7 بيشوف أنه عنده مثلا غرامة 1500 درهم لازم يدفعها، وبالتالي يجب على الجميع الدخول إلى مظلة الضمان الصحي، حماية أنفسهم وحماية مكفوليهم وأفراد أسرهم، ونتمنى الجميع دائما الصحة والسعادة. شكرا لك دكتور. إذا عندنا أعتقد دقيقة نأخذ بس إجابات سريعة دكتور. مبلغ التأمين يدفع سنوياً أو عند كل تجديد يعني كل سنتين؟ لا، سنوياً مثلاً. في باقات السنتين موجودة، لو حد حاب ياخذ مثلاً، تعرف إقامة العامل عادة سنتين، فيبقى الباقة لمدة سنتين موجودة عند بعض الشركات مثل ضمان ومثل دار التكافل، عندهم باقة السنتين متوفرة، وبعض الشركات الأخرى كذلك راح تبدأ قريباً في توفير باقة السنتين. السلام عليكم، إذا واحد جاب زيارة؟ الزيارة موضوع ما في عليه حالياً تأمين بالنسبة للزيارة، بس نهاية السنة أعتقد بيكون فيه له. بيكون إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. تأمين سعادة ما يطلع لخلاصة قيد صادرة من إمارة الشارجة. صحيح، السعادة بس خلاصة قيد دبي للآن، قيد صادرة من إمارة. طيب، ما لنا دخل، ما فهمت شو اللي في حد سبحان الله يدخل شيء متحمس زيادة عن اللزوم يضيع الأسئلة خرب في عملية شو اسمه، نجاوب على باقي الأسئلة. طيب دكتور، نحن شاكرين لك يعني وجودك معانا، منا لكم التوفيق إن شاء الله، ونذكر أن يا جماعة الخير 31/3 1/4 أول مخالفة، 1/4 أول مخالفة، 2/4 بخبرك كم مخالفة صارت في 1/4 إن شاء الله. بعد جزاك الله خير دكتور، وشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا للدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. شكرا لك دكتور ندى. شكرا لكم دكتور ندى الملك، كانت معنا في التقديم، وأيضا كل التحية للشباب الموجودين عندنا في الخارج، حمد المعيوف التنسيق وأيمن سرحيل في الإخراج، وكل الشكر لمعدي هذه الحلقة اليوم يعني يوسف سعد، الأستاذ يوسف سعد هو اللي كان معد هذه الحلقة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.